أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة القومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، والذي تستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري. وفي كلمته خلال الاحتفال بعيد العلم، وجه السيسي التحية للعلماء المصريين، مؤكدا أن تكريمهم مستحق، ويأتي تعبيرا عن التقدير لما يبذلونه من جهود وطنية. وأشار الرئيس إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجهها، مشددا على ضرورة التحلي بالثقة والأمل في غد أفضل. هذا وقد منح الرئيس السيسي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من علماء مصر ونوابغها الحاصلين على جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية لعامي 2000 و2012 2013. في يوم تكرم مصر نفسها وهي تكرم علماءها وبأكاليل العرفان والتقدير لدورهم في إحداث النهوض الجامع لكل مؤسسات الوطن وتنميته الشاملة وبيد الشعب كله، كرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي كرم نخبة من علماء ومخلصي محراب العلم. في يوم العلماء أكد الرئيس أن مصر تستعيد للعلماء دورهم في قيادة المجتمع إلى المستقبل، وذلك هو الطريق الصحيح. أنا عايز أقول للمصريين، انتم بخير قوي، واللي بيتحقق كل يوم صحيح مش كفاية، لكن هو جيد قوي وكويس قوي. خلي بالكم، التحديات اللي موجودة كانت كتير وما زالت. اطمئنوا، بقول تاني، اللي مطلوب كتير، لكن احنا ماشيين على طريق التقدم، وبنحل وحنحل. إنما اللي لازم تبقى قوية جدا جوانا هي الثقة والأمل. رئيس الجمهورية أعلن عن إطلاق المبادرة القومية نحو مجتمع مصري يتعلم ويبتكر. إن هذه المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. تتضمن كل منها ضمن الكثير من المشروعات مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تربط الخطط البحثية بأهداف واضحة وتسهم في الارتقاء بالبحث العلمي كمًا وكيفًا. استراتيجية ترتكز على محاور أساسية وتدعم التوجهات الوطنية. استراتيجية تؤكد على أهمية البحث العلمي التطبيقي وتنفيذه. ودعا الرئيس إلى الاستثمار في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدا أن أفكار العلماء لن تبقى رهينة البيروقراطية. أدعو مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين لتبني سياسة الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أن علينا إيجاد وسائل للتنسيق بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية وبين المؤسسات الإنتاجية، بما يساهم في تحقيق التطور التكنولوجي. فأشد ما تعاني منه مصر ويعاني منه العلماء والباحثون أن تظل نتائج البحوث حبيسة الأدراج، وأن تبقى المؤسسات الإنتاجية بمعزل عنها، مكتفية بأساليب صناعية عتيقة أو لاهثة وراء تكنولوجيا مستوردة. وقد قام الرئيس بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لعدد من علماء مصر ونوابغهم الحاصلين على جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية في العلوم والعلوم التكنولوجية، تقديرا لجهودهم في البحث العلمي في مجالات الطب والهندسة والعلوم والزراعة والهندسة الوراثية. وكان وزير البحث العلمي قد ألقى كلمة في بداية الاحتفال استعرض فيها الخطوات التنفيذية التي تتخذ لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة البحث العلمي والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المصرية. تم لأول مرة تحديد المهام والمسؤوليات وآليات المتابعة وتقييم الأداء لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر، وتم إطلاق المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي، وأصبح لدينا القدرة على قياس مدخلات ومخرجات البحث العلمي وتحديد نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصويبية، وكذلك ترتيب مؤسسات البحث العلمي المصرية.
أشرف أبو دوح، التلفزيون المصري.